حسن الجزاء. الآن يلقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع المخصوص الأخ محمد نعمة الله وهو خطيب الأخير، فليتفضل ها هنا مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المبعوث إلى الإنس والجن وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا صاحب السعادة رئيس الحفلة ومديرها الماهرة وإخواني الحضور وزملائي الشرفاء، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكركم شكرا جزيلا على حضوركم الميمونة، وأهنئكم تهنئة كثيرة بمناسبة في قدومكم المباركة، مباركة الكثيرة. فأريد أن أقدم إليكم خطبة وجيزة حول موضوع حقوق الوالدين. فيا أحبابي الكرام، فإن من أكبر الحقوق على المسلم وأوجها حق الوالدين، ولهذا قرنه سبحانه بحقه كما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيها المستمعون الكرام، إن من أكبر الحقوق على المسلم أوجها حق الوالدين. أيها المستمعون الكرام، فإن الله تعالى أوصى بالإحسان إليهما وصحبتهما بالمعروف ولو كان كافرين، ولكن لا يطيعهما في معصية الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فيا أيها المستمعون الكرام، لقد وردت النصوص الكثيرة كثيرة في الكتاب والسنة مرغبة في بر الوالدين ومحذرة من حقوقهما، فمن ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي هذه الآية يأمر سبحانه وتعالى يوصي بعد الأمر والنهي عن الإشراك به وببر الوالدين ومعصيتهما، خصوصا حال الكبر حيث يضعف الوالدين. فينبغي علينا احترامهما وإكرامهما والإنفاق عليهما، حاجتهما ورعايتهما. ولا أطيل من أكثر هذا لأن الوقت قليل والخطباء كثير. أرجو من فضيلتكم الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.